رح نحكي عن العقم الأنثوي. الأمومة هي غريزة موجودة عند كل أنثى بتملك قدرة سليمة، حتى البنت من وهي صغيرة بتحلم تصير أم. لهيك حبينا اليوم نحكي عن العقم الأنثوي، تكون السبب يعني حتى الأكثر شيوعاً مقارنة بالأسباب الذكرية والأسباب المجهولة. وحتى بدي الاعتراض أشارك إنه ممكن يكون العقم عم يسبب خطر متزايد لحدوث سرطانات أو أمراض القلب أو الأمراضية بالسكري وحتى الوفاة بسبب السكري. هلا الشيء ما هو واضح إذا كان بسبب مباشرة بسبب العقم أو بسبب الأعراض النفسية. المهم إنه العقم هو مشكلة حساسة، لازم نحن نحاول نلاقي لها حلول ونهتم فيها. منبلش The female infertility، العقم الأنثوي. رح أحكي أنا عن الفيرتيليتي، الخطوبة، والمنسترال سايكل، الدورة الطمثية. رح تحكي زميلتي تدري عن الأسباب، وإيمان أسأل عن التشخيص وعن التدبير. هلا العقم طبعا هو عكس الخطوبة، الخطوبة إنه الوحدة تقدر تحمل، بينما العقم إنه ممارسة الجماع بشكل متكرر ومن دون أي موانع ومن دون أي يعني حواجز، ومع ذلك هي كاملة وما حدا حمل. هون صار عندي عقم. لما تكون الأنثى يعني أكبر من عمر 35 هي بتكون أوريدي في الطاقية بالحمل، لهيك لازم يعني بعد 6 شهور تفكر إنه هي ممكن يكون عندها عقم وتروح عند الطبيب. هالشيء منتشر بنسبة 10-15%، يعني فعليا كل زوج من 6 أزواج عم بيكون تقريبا عم يعانوا من العقم. هلا العقم نوعين إذا بدنا نصنفه، عقم أولي وعقم ثانوي. عم شوف بالصورة بالإطار الذهني في بس رجل وامرأة. يعني العقم الأولي هو الرجل والمرأة من أول مرة ما قدروا يجيبوا أولاد أبدا، بينما العقم الأنثوي الثانوي جابوا ولد مثلا بعدين ما قدروا يجيبوا. هلا رح احكي عن عملية حدوث الإخطار. أول شيء طبعا البويضة رح تعبر للبوق، وبعدين رح أول شيء رح يحدث إباضة، بعدين البويضة رح تعبر للبوق ورح تلتقي بالنطاق اللي رح تمر من مهبل مجتمع عنق الرحم والرحم وقناة بلق، ورح يلتقوا بالقناة الناقلة للبيوض، ومن بعد البيضة الملقحة رح تنزل للرحم. عم شوف إنه أنا لازم يكون عندي سلامة بكافة هدول الطرق لحتى يقدر يزيد الحمل. هلا لحتى نحن نعرف الشيء المرضي دائما لازم نعرف الشيء الطبيعي. لهيك رح نحكي اليوم عن المنسترال سايكل، الدورة الطمثية. الدورة الطمثية عند الأنثى بتنقسم لقسمين، يعني هن بيحسوا بشكل متزامن، دورة مبيضية ودورة رحمية. الدورة المبيضية كمان بتنقسم لدورين، طور جريبي وطور أقطري أو لوزيني. الدورة الرحمية كمان طورين، طور تكاثري وطور إبريقي. بطانة الرحم بتتقدم من طبقتين، طبقة تعادية وطبقة وظيفية. التغيرات الهرمونية تحدث بس على الطبقة الوظيفية، وإنما الطبقة التعادية وظيفتها بس إنه هي تعود الطبقة الوظيفية. أول يوم من الدورة الطمثية هو نفسه أول يوم من الطمث، يعني أول يوم من الدورة الشهرية هو أول يوم من الطمث. بيستمر الطمث حوالي 5 أيام، أقل شيء يومين. عم نشوف تغيرات هرمونية. أول شيء نعرف نحن البقاء بيفرض جي إن إيرج، وبعدين الجي إن إيرج بيأثر على النخامة الأمامية. النخامة الأمامية بتفرض تحت الإتش والإيرج يلي بيأثروا على المبيض. فلما الاف اتش بيأثر على الجريبات رح يخلي الجريبات تنمو، في جريبة
كتير. هلا الجينبر بتصير بتنتج الاستراديول يعني الاستروجين. الاستروجين لما عم يزداد بيخلي بطانة الرحم تنمو تنمو الغدد فيها وبيخلي الشرايين حتى الدمية تنمو من الطبقة الفعلية لحتى تغذيها وبيهيئ الرحم لاستقبال النطفة. أنا في الرحم لاستقبال النطفة هالشيء قبل بيوم لليومين من حدوث الإباضة. على أول ما بينتج الاستروجين بيخلي بمادة تلقيم راجع سلبي على النخامة، بعدين بيصير تلقيم راجع إيجابي وبيخليها لما يعني لما بيزداد كثير بيصير بالعكس تلقيم راجع إيجابي بيخلي النخامة تفرز ال اتش بنسبة كبيرة. هالتدايق الكبير بال ال اتش بيحدث بعده بحوالي 36 ساعة عملية الإباضة. عملية الإباضة يعني بتخرج البويضة من الجرعيف وبتحول لجسم أطفال. هلا جسم الأطفال بينتج الإنهيمين وبروجسترون. البروجسترون بيخلي باليوم 15 بطانة الرحم ملائمة لانهيار البيضة المنتظر. هو بيساعد يعني عم يحافظ على بطانة الرحم، ولكن بالايام اللي بعد بتصير السخانة كثير كبيرة ومانا ملائمة لانهيار البيضة. طبعا عم نشوف انه البروجسترون بعد الإباضة بيصير أكبر من الاستروجين. لهيك البروجسترون لما بيكون أكبر من الاستروجين هالشي دليل إنه أنا حدث عندي إباضة. عم نشوف إنه بآخر الشيء البروجسترون عم ينخفض، الاستروجين عم ينخفض، يعني الهرمونين يلي بيحافظوا على بطانة الرحم اثنيناتهم عم ينخفضوا، وبالتالي هالشي رح يؤدي لحدوث الطمث. هلا نحن حكينا بس شغله، اول شيء بالنسبه للطمث الجلابي، الخلايا الجلابيه في نوعين، خلايا بتفرز ارومتات وخلايا بتفرز اندروجين. الارومتات بيحول الاندروجين لاستروجين، يعني ما بكون عم بيفرز استروجين. هلا نحن حكينا عن تاثير الهرمونات بس عند الضاني، بس هو اكيد بأثر على كل اعضاء الجسم الانثويه مثل الثدي او المهبل واعضاء اخرى، هذا الشيء ممكن نشرحه بالدكتور حمدي. خدتي نفس حمدي؟ نعم. نحن وعم نجهز هدول المحاضرات كل شوي يطلع لي اعلام بالفيس انه مشان نروج لصفحه 2000 ومكتوب تحتها مبادره تاسيس المهارات. ما في مشكله. اخيرا نحن بنات بنتحرك نحكي لك لا تكون بتعرف. بس يعني اذا اول مره شوي لبكين هذا عاد. ايه قبل في شغله هلا قصيت عليها ووقفت. طيب هلا الاستروجين عم يحضر بطانه الرحم لموضوع الاباضه لموضوع الحمل، هذا التحضير اول نص، المفروض وقت يوصل لذروته الاستروجين تصير اباضه. حلو؟ كثير كويس. طيب بركي صارت اباضه والمرأة هذاك النهار ما بدها تشوف. فايش استفدنا من عمليه الاباضه؟ بركي بهذاك النهار كانت كرهانة رجال وكرهانة خاتم. طيب بركي بهذاك النهار بالصدفة كانت مفرزات عنق الرحم سميكة واجوا النطاف ليدخلوا لجوا لقوا الباب مسكر. بركي بهذاك النهار كانت حموضة المهبل ناقصة كثير، قام النطاف هي داخلة بوقت ساعة منوي كلوي لقت حموضة المهبل يعني مضطرة فضلت قاعدة هي هذا الوسط مناسب لها فضلت بركي. ايش استفدنا؟ معناتها هلا بنعرف ليش الاستروجين عم يمشي بالدم، مشان وقت اللي تصير الاباضه يكون كل شيء جاهز لهاللحظه. فالاستروجين هو عم يرتفع بتزيد حموضه المهبل، ليش؟ لانه عم تزيد المدخرات الجلوكوجينيه وبتتزايد نمو المصليات اللبنيه وبيزيد حمض اللبن، فبصير وسط المهبل جحيم لا يطاق للنطاق. فاي نطفه بالمهبل فورا بدها تهرب يا لبرا يا لجوا، بس بالمهبل ما بتحرك. هي اول شغله بيعملها الاستروجين. كمان بيجي على العنق بمسكوا سفر الباب بيتينا ضيوف، بيفتح هذا بلاقي المفرزات صارت مالية لشوف شلون بدها تستقصيها في انتم بتعرفوا انتم عجب لاهم ولا لا ولا في مشكله هذا الموضوع. فلازم اذا كمان بذروه النشاط الاستروجيني بيكون عم طرحها مفرزاته مالية. ايه لازم المراه بحد ذاتها كلها على بعضها تكون جذابه للرجل بهذا اليوم.
يوم دي باطن يوم دي موجودة تكون جذابة تلاقي توصل لذروة جاذبيتها بكل أنسجتها الجلد الشعر المفرزات اللعابية المفرزات التناسلية حتى المفرزات تحت الطين تصير نائية أكثر إذا كان في إلها ريحة كل الشعر بأنها مكسرة أبدا وكمان بهيئة نفسية بتكون بهذاك النوع يعني ما في مرة بيوم الإباضة تكون كهنة أبدا بتبين على الوحدة المهم ما تكون فهي هي الفكرة في شغلتين بس هيك على السريع لأنه أنا أطلع بقى من شوي حتى زميلكم قبل ما أنت تخلص على موضوع إنه مدعكم يعني بترامب مع ارتفاع نسب السرطانات لا هذا هو وأسبابه وما ومعروف الشغل انه ما هو يعني ما هو علاقه بالعقم هو السبب العقم حد ذاته بيعمل عقم وبيعمل سرطان مثلا ما بيتحدث في سرطان بس بروجين مستمر ممكن بده يمشي مع سرطان ثدي او سرطان بطانه رحم مثلا شلون؟ او اصابه عنقيه يصير عنده سرطان عنق بس هي الاصابه سبب العقم هو العقم هو سبب السرطان ايه بعطي نفس تفكير هلا بالدورة عم بيتكلم عن كثير الضوء الجانبي هو المتغير اما الضوء اللاتيني هو الثابت وبالتالي انا لحتى احسب يوم الإباضة بحسبها عن طريق الضوء اللاتيني يعني بطرح 14 يوم من موعد الدورة الخمسية الممكنة بس بعدين بس ولا الدورة طبعاً مدتها بتكون من 20 ل 30 يوم وبشكل أشياء شيء 28 يوم هلأ نافذة الإباضة هي بتكون يوم الإباضة وقبل 5 أيام هدول الأيام هن اللي مفضل يصير فيهم الجماع لحتى يحدث اغتصاب فيما يرجع بتقول إنه بتصير نزيد لها يوم بعدها ما بتفرق يعني هلأ النطاف بتعيش لحد أقصى 5 أيام من 3 إلى 5 البويضة بتعيش من 12 إلى 24 ساعة فقط فبالتالي أنا إذا صار عندي جماع قبل 6 أيام من الإباضة ممكن شيء يحدث أخطاب أبداً لأنه رح تكون النطفة ماتت يعني على الأكيد قبل بيوم بينما إذا صار قبل 5 أيام قد يحدث بنسبة 10% قبل بيومين أو يوم أو نفس يوم الإباضة عن نسبة حدوث الإلقاح هي 30% شكراً هلأ رح أكمل معكم زميلتي سجاد حكي عن الأسباب